رسول الله إلى الزيلة جا سيدنا محمد الله معز العلي. إن شاء الله غتكون مطعم في المتناول متخصص بالسمك 100%. هذه أول مرة في برشيد غيكون جميع أنواع السمك إن شاء الله. مرحبا بكم. وهنا هذا المشروع درته حيت أنا فنان شعبي والحمد لله خذينا درس من الكورونا وملي داز على الفنانة ولي داز كل الناس راه عارفين هذا الشيء. دابا الحمد لله نحاولوا نوصلوا واحد الميساج أي فنان شعبي سهل عليه الله يدير المشروع ديالو اللي ديال مدى الحياة. ومرحبا بكم في ولاد حريز. أنا خوتي كاع الآلاتية كاع الموسيقيين كاع المغنيين أن الفن غير مدة ماشي شي حاجة مضمونة ماشي هو الحياة. نحاول بنادم يستافد منه الشهرة يستافد منه مبدئيا ولكن حاول يدير علاش رجع. إلا درتي علاش رجع راه ما يخصك حتى خير علاش الدوام لله سبحانه وتعالى. والدرس اللي خدينا كلنا من كورونا. ومرحبا بكم في برشيد عند مراد ميامي. اليوم كنجي عند خويا الفنان مراد ميامي في المطعم اللي فتح عندنا في برشيد وكنتمنى ان شاء الله كنت تكون بادرة خير في هذه مدينة برشيد. وكنشكروا على هذه البادرة راه زوينة زوينة بزاف. أنا عمري ما كنت كنأول على الفن بوحده أن كندير عندي خدمة أخرى من غير الفن. يعني كندير عندي محل ديال التجارة وكندير بزاف الحوايج باش نقدر نواكب الميدان الفني. باش دير الميدان الفني بوحده ما يمكنش باش يعني تستمر في الحياة. الفني هو السي مراد ميامي في هذا الفضاء اللي فتحوه هنا في مدينه برشيد. وهذا جميل جدا انه كيشرف الفنان انه يمارس واحد المهنه اخرى لمسيره الحياه ديالو ووليداته وضمان المستقبل. لان كنعرفوا هذه المهنه ديال الفن راه صعيبه بزاف باش تسيرها الا كان عندك النفس الطويل والصبر ويكون الله بجانبك اكثر. هذا هو اللي كان. وبالنسبه للفنان ف خاصو يكون عنده شي حاجه اللي تزيد ليه في المدخول ديالو لان الفن بوحده ما يمكنش يسير به. لهذا الانسان هو يعمل اشياء اخرى يعني يكون يعاون بها شويه الوليدات والزمان وهذا مكان. شكرا لجريده الانفاس. الان كنتواجدوا بمدينه برشيد لاحياء هذا الحفل والافتتاح ديال اخي مراد ميامي. اليوم احنا الان كنتواجدوا بهذا المطعم اللي هو جميل جدا جا في هذه المنطقه اللي تابعه لولاد حريز اللي هي المنطقه ديال برشيد. وحنا راه فرحانين دابا بالحضور ديال الاصدقاء ديالنا وحضور ديال الساكنه اللي غادي يكون. وانا كنحيي اخي مراد ميامي على هذه البادره الطيبه اللي دار هنا في مدينه برشيد لانه هو فنان ومحبوب لدى الجماهير ولدى الفنانين وصديق ديالنا. واحسن حاجه يديرها الفنان هي بحال هاد مثل هاد البروجيات بحال هكا انه يدير واحد المشروع اللي قار واللي رئيسي باش انه يوفر القوت العيش ديالو ويوفر يعني المستحقات ديال الابناء ولا اللي هو يعني ظروف العيش. وهادشي راه زوين.